السلام عليكم حبايب ماما سناء. النهارده ماما سناء طلعت للبط، وانا نزلت قلت اغير لها المفارش بتاعه الكنب زي ما انتم شايفين، واروق لها الشقه عشان تنزل كده تلاقي الشقه ايه نظيفه. هروق الشقه وهوريها لكم. ما تنسوش اهم حاجه اللايك والاشتراك حبايب. الشقه بعد ما خلصناها وظبطنا وروقنا الدنيا، وطبعا ماما كل ده لسه فوق ما نزلتش، لسه عند البط، وانا خلصت الشقه اهو زي ما انتم شايفين. قولوا لي ايه رايكم بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. ايه ايوه يا ماما منة دي؟ نزلت. ايه يا ايه ماما، الحلاوة دي يا منة؟ ايه رأيك؟ حبيبتي يا منة، حبيبتي يا منة، ايه رأيك؟ حبيبتي يا منة، حبيبتي يا منة، حبيبتي يا منة، حبيبتي يا روقت ماما. لي الشقة وفرشتها لي يا مالك. اقعد ان شاء الله يخليكم عيالكم ويخليك. حبيبتي يا منة، وانا ركبت فوق انا وصفاء، ده احنا اربع بطة. انا خبطت عليك، انا قلت راح اخدها علاء وراح مطرح، ما لقيتكش فوق، حطيت لك بطايه بالطبق على المطبخ. ماشي يا ماما، تروح على طول تطبخيها وهي سخنه، ماشي. تعمل اكل وخدي تعالي باميه وبتاع من الفريز من الثلاجه ايه، واعملوا ماشي يا كل. ماما، ماشي تستاهل يا منى البط. انا حبيبتي يا ماما، حبيبتي يا منى، حبيبتي يا منى، الروج الحلو دي. ايه رايكم يا حبايب؟ ايه رايكم يا متابعين يا حلوين؟ طول مرت ولد عملت لي، مرت ولد الصغير خالص من طول عملت ازاي في الشقه، خلتها حلوه ازاي، فغيرت فرش الركنه وروجت خالص، وغيرت فرش الارضيات وروجت خالص. حبيبي ما انت نجاوتي يا منى، حبيبتي يا ما انا ماما. نجاتك يا منى وجبتي كان، وقلت الحق يا علاء. منى يا علاء، منى يا علاء، وابن علاء يرمح يا منى. حبيبتي يا منى، حبيبتي يا من، لايجو سفريت، يلا يا حبايبك ده، حيوني كده، يلا يا